بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لما دخل سيدنا موسى عليه السلام المدينة التي أشار إليها القرآن الكريم على حين غفلة من أهلها، فقد كانت ساعة ظهيرة، قد أوى الناس إلى بيوتهم للراحة فيها، وكانت المدينة خاوية من الناس. وجد سيدنا موسى عليه السلام فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته، كان رجلا من بني إسرائيل، والآخر من أعدائه، كان قبطيا من جماعة فرعون. فسأله الذي من أتباعه أن يخلصه من هذا القبطي، لأنه كان ماسك فيه وبيتشاجروا وبيتخانقوا مع بعض، وهو عايز يخلص من إيديه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقام سيدنا موسى عليه السلام بوكزه بأطراف أصابعه، وقيل بكفه، فمات هذا الرجل من غير قصد منه، لأنه وقع، يعني وقع على الأرض، هو بيحوش سيدنا موسى عليه السلام بيفصله أو بياخد هذا الرجل الذي من شيعته من يد ذلك القبطي فبيزقه. وسيدنا موسى عليه السلام كان قوي البنيان، الوكز لا يقصد به القتل في الظهر، لأنه مجرد الدفع، هو بيدفع بين الاثنين، بتدفع واحد في صدره حتى تدفعه بعيدا فلا يتشاجر مع الآخر. وبيأكد المعنى ده ما ورد في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي من غير المتواتر، ورد فلكزه باللام بدل الواو، وعنه أيضا فنكزه بالنون. اللكز والنكز بيفيد التهوين من فعل سيدنا موسى عليه السلام، إنه ما كانش دفع، إنما بيدفع كده، مش الدفع اللي بعنف، إنما بيفصل بين الاثنين اللي بيتخانقوا، فدفع بذلك القبطي دفعا بأصابع يده أو بكف يده، لا تفضي إلى القتل، ولكن لأن سيدنا موسى كان قوي البنيان فسقط الرجل مغشيا عليه وثم مات بعد ذلك. قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني أول ما وقع مات على طول، وسقط القبطي ميتا على الأرض. فرجع موسى في الحال إلى نفسه مقبلا إلى رب على ربه سبحانه وتعالى، ونظر سيدنا موسى عليه السلام على ما بدر منه فأنكره مع نفسه، أنكره بشدة، فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. واللي قاله سيدنا موسى من إن هذا الذي حدث من عمل الشيطان هو لا يقدح في عصمته عليه السلام، لكون سيدنا موسى لم يتعمد ذلك الفعل، إنما هو بيحوش ما بينهم فدفع بالرجل بعيدا اللي كان بيضرب هذا الرجل الذي من شيعته، فبيدفع بيقوله يعني كفاية ابعد عنه، فبيزق وقع مات. لم يتعمد سيدنا موسى قتل هذا الرجل، إنما ما كان من سيدنا موسى كان قتل خطأ. وسيدنا موسى لما قال يعني هذا من عمل الشيطان، عد هذا الموقف من عمل الشيطان، وسماه سيدنا موسى عليه السلام ظلم، لأن كل أذى بيحصل بين بني البشر من وقائع، من خناقات، من خلافات، من تناحر، من تباغض، من تقاتل، إنما هو من عمل الشيطان. لذا في الحال استغفر منه نبي الله موسى عليه السلام جريا على سنن المقربين في استعظام ما وقع منهم ولو كان من محقرات الصغائر من الذنوب. يعني المؤمن دايما ما بيشوفش الذنب بتاعه شيء صغير، بيشوفه شيء عظيم، ولذلك كما هو وارد عن ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. والعاصي ده الكافر الذي يرى ذنوبه باستهتار يراها كذباب مر على أنفه. فالمؤمن دايما أي شيء الخطأ قبل العمد بيستعظمه، يشوفه حاجة كبيرة. عشان كده بالفعل مرت الساعات وسيدنا موسى عليه السلام يستغفر الله تعالى على هذه الجريمة غير المقصودة، هو تورط في هذا الأمر، لم يكن عمدا منه عليه السلام، فظل يستغفر ويستغفر لهذا الدم الذي اقترفته
يده بغير قصد منه وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى خاشعا نادما متضرعا تائبا مستغفرا وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فقال ذلك نادما على فعله هذا وطالبا العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اعفو عن ذنبي، اعفو عن ذنبي ذلك، استره علي ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه، فأنت الله الستار الساتر على المنيبين إليه، اللي بيرجعوا لك، اللي بيتوبوا ويستغفروا ويطلبوا غفرانك وعفك بتستر عليهم لأنهم رجعوا. أنت المتفضل علينا بالعفو، أنت الرحيم بمن ارتكب خطأ فاعترف بذنبه وتاب واستغفر، لا تعاقبهم على الذنوب بعد التوبة يا رحمن يا رحيم. فكانت النتيجة لدعاء سيدنا موسى كما أخبر الله تعالى في كتابه: فغفر الله له إنه هو الغفور الرحيم. يعني هو سبحانه وتعالى الستار لذنوب عباده المنيبين إليه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة والإنابة. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. من لطائف هذا الدعاء وإحنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار وأن يكتبنا عنده من الفائزين الأخيار، لأنه من جملة الأمور اللي بتساعد على تطهير القلب وتجلية القلب والإقبال على الله تعالى والتهيؤ للطاعة والعبادة التوبة وطلب المغفرة من المولى سبحانه وتعالى. هو ده اللي بنفيده من دعاء جوهرة اليوم. ورد عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا سلمان عليه السلام أنه قال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، واستكثروا فيه من خصال، من أربع خصال، واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. إيه هما بقى الأربع خصال دول؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: فأما الخصلتان اللتان ترضون بها بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يبقى أول حاجة اللي ترضي عنا الرب التوحيد، توحد الله لا إله إلا الله، وتستغفرونه، نكثر من الاستغفار. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا على هذه الخصال، هي في كل وقت مطلوبة ولكنها في شهر رمضان آكد، وهي آكد ثم آكد في العشر الأواخر. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. يبقى احنا نشغل نفسنا عموما في هذا الشهر المبارك وبالذات في العشر الأواخر إنه نسأل الله سبحانه وتعالى، أولا نعلن التوحيد فنقول لا إله إلا الله، نحن موحدون، ولكن نذكر القلوب وننعش القلوب بأنوار التوحيد بأنها تكون كلمة جارية على الألسن وكذلك متمكنة في القلوب. فأنت بتلح بلسانك لتذكر سائر الجوارح وهي متعمقة في قلب الإنسان المؤمن.
أنه لا إله إلا الله، ثم نجأر إلى مولانا بالاستغفار، ندعوه أن يغفر ويرحم، ثم نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر صلى الله عليه وسلم من الخصال التي نرضي بها رب العزة سبحانه وتعالى، ذكر من ضمن الأربع خصال الاستغفار، فوجب ولزم على الإنسان المؤمن في كل وقت وحين أن يعود إلى ربه تائبا مستغفرا معترفا بذنبه. وهذا من خصال أهل الإيمان اللي بنداوم عليها، وهي آكد في هذا الشهر المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا الدعاء المبارك الذي نحن في رحابه اليوم من خلال وروده في قصة نبي الله موسى عليه السلام، معنى هذا الدعاء إنه اعتراف بالخطأ والتقصير. ربي إني ظلمت نفسي، فأنت بتعترف، سيدنا موسى بيعترف بالخطأ والتقصير، حتى وإن كان عليه السلام وقع فيه لم يكن عمدا وإنما كان خطأ. بنذكر بمعنى هذا أو بهذه المعاني لأن ده أول مراتب التوبة الصادقة، اعتراف الإنسان بخطأه، بأنه يعترف المذنب بذنبه بين يدي خالقه طالبا وطلبا للرجوع إلى الطريق المستقيم. طالما أنت قلت أنا أخطأت يبقى أنت عايز تصحح مسارك، فأنت بتعترف بين إيدين خالقك أنك أخطأت، وتسأل الله ستر الذنب وقبول أنه يغفر سبحانه وتعالى، وأنك تصحح طريقك في السير بأنك تسير في سبل السلام. فيكون هذا الأسلوب في الدعاء أرجى لقبوله عند الله سبحانه وتعالى، مع سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة مقترنة بالندم بعد الإقلاع. أنا بقول لله بعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى بإني ظلمت نفسي وإن أنا أخطأت، وبيعتصر القلب الندم، وأنا أقلعت عن الذنب، سبت الذنب اللي أنا كنت بعمله وتبرأت من هذا الحال اللي أنا كنت فيه، وبعدين صححت مساري في الدنيا، عشان تكون التوبة دي تحقق فيها أركان التوبة الصادقة. ومن هنا بيتحقق بعد ذلك للعبد الاجتباء ويحصل له الاصطفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الاجتباء. ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني خصني بدعاء دايما أدعو به في صلاتي. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقد علم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل ربه المغفرة لذنوبه في صلاته. إن الإنسان أنت عندك موضع السجود من المواضع المجاب فيها الدعاء، والنبي أمرنا قال أكثروا من الدعاء فيه فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني جدير في هذا الحال الشريف أنت بتصلي وهذا الوضع الشريف إنك في السجود بين يدي مولاك سبحانه وتعالى، أن نكثر من الدعاء، ومن ذلك أن نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. وذلك من أعظم حاجات العبد إلى ربه، أن يستر ذنبه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بيفتح للعبد أبواب الخيرات، لأن الذنوب كالمانع من الإنعام، الذنوب كالمانع من الإنعام، اللي بيقفل الأبواب في وش العبد كثرة الذنوب.
فالاستغفار انت بقى عايز تزيح الذنوب دي، الصحيفة بدل ما هي مليانة بالسيئات تبدل إلى حسنات، لأنه العبد أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا صدق الإنسان في التوبة وتمت بجميع أركانها. فالذنوب كالمانع من الإنعام، الإنعام والخيرات أنت بتقفلها على نفسك بكتر ذنوبك. والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة بيمحي، الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة بيمحي الذنوب، فيرتفع هذا الحاجز وبتتفتح للعبد أبواب الخيرات والإنعام والتوفيق، ويمد العبد من حيث لا يدري ولا يحتسب، يمد بخيرات عظيمة، ويمده الله سبحانه وتعالى من فضله العميم. ومما ورد في بيان يعني فضل طلب المغفرة، إنه طلب المغفرة ده بيفتح على العبد أبواب من الخير عظيمة، ما جاء أن رجلا قد شكى إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، شكال الجدب القحط يعني، فسيدنا الحسن البصري قال له استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر وقلة الذرية، فقال له الإمام استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه إنه المية مش كتيرة، فقال له الحسن البصري استغفر الله. فقيل له، اتسأل، أتاك رجال يشكون، كل واحد جاي لك بمشكلة شكل، وانت كلهم تأمرهم بالاستغفار، فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال الحسن البصري، ما قلت من عندي شيئا، اللي أنا جاوبتهم بيه ده ليس من عندي نفسي، إن الله تعالى يقول في سورة نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.